كيف نعمل آيس تي مثلج بالفواكه؟ نستخدم أي نوع فواكه موسمية أو متاحة عندنا. لكل كوب من الفواكه 1 كوب من الماء، نطحنهم جيد وهيك أصبحوا جاهزين. نوضعهم على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق. نوضع معلقة من الشاي ونقلب، ممكن نستخدم شاي أخضر أو شاي عادي. لمدة 10 دقائق نتركه يغلي، بعد 10 دقائق بنصفيه وهيك أصبحوا جاهزين. بنقدمه مع التلج. نسبة التركيز هي اختياري، نسبة التركيز ممكن احنا نحليه مع العسل او اي نوع تحلية، هي اختياري نوع التحلية. ممكن نقدمه ايضا ساخن. في عندي 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.